برمكنة وإذاعة اليمن اليوم. شهد الجيش اليمني تحولا نوعيا خلال فترة حكم الزعيم علي عبد الله صالح، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أقوى الجيوش العربية والمرتبة 34 في تصنيف جيوش العالم، وهذا عرض بانورامي يوضح ذلك. أهلا بكم. مثل العام 2000 نقطة تحول استراتيجي غير مسبوق للجيش اليمني في أعقاب سناد مهمة قيادة قوات الحرس الجمهوري للقائد الشاب العميد أحمد علي عبد الله صالح، بعد أن استكمل عملية التدريب والتأهيل في مجال السلك العسكري والتخرج من الكليات والأكاديمية العسكرية المحلية والخارجية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أبرزها المملكة الأردنية الهاشمية، الولايات المتحدة الأمريكية. استطاع القائد الشاب طوال فترة قيادته لنخبة الجيش اليمني تحقيق تحولات ومنجزات تمحورت في الآتي: الاهتمام الكلي بالعنصر البشري كأساس فعلي في عملية البناء والتطوير والتحديث في المؤسسات الدفاعية، الاعتماد الكلي والمطلق على اختيار الكفاءة وفقا للشروط والضوابط واللوائح المعمول بها في المؤسسات العسكرية، فتح المجال أمام الشباب الراغبين في الالتحاق بالسلك العسكري في عموم محافظات الجمهورية، تشكيل وحدات من منتسب الحرس الجمهوري في جميع مناطق ومحافظات الجمهورية دون الاقتصار على منطقة بعينها، استحداث ألوية جديدة تابعة للحرس الجمهوري تواكب متطلبات الزمان والمكان وفقا لتضاريس جغرافيا البر والبحر، الاستعانة بخبراء عرب وأجانب لتولي مهام التدريب والتأهيل لأفراد الحرس الجمهوري بما يواكب تطورات واحتياجات تكنولوجيا العصر والجيوش العالمية ذات الحداثة، الابتعاث السنوي لمئات الصف وضباط المتفوقين إلى الخارج لأخذ دورات تأهيلية في مختلف الفنون والعلوم العسكرية، استحداث قوات جديدة أطلق عليها بقوات النخبة في الجيش اليمني القوات الخاصة مطلع العام 2004، صناعة وإنتاج ذخائر ومتطلبات الجيش المختلفة، تطوير وتحديث عدد من المعدات الثقيلة المخصصة للعمل المدني والعسكري، إقامة وتشييد وبناء مئات المنشآت والمباني الحيوية لكل ألويات ومعسكرات الحرس الجمهوري، تخصيص مساحات واسعة من الأراضي التابعة للدولة تصرف لأفراد ومنتسب الحرس الجمهوري لبناء مساكن خاصة بهم وبمن يعولون، استحداث صندوق تكافلي إنساني وطني تابع لأفراد ومنتسب الحرس الجمهوري معتمدا على ما يسمى بالردية العالمية لمواجهة الآتي، تمويل الأعراس الجماعية التي كانت تقام لأفراد ومنتسب الحرس الجمهوري، التأمين الصحي على الأفراد وأسرهم وذويهم ممن يعولون، مواجهة نوائب الدهر والحوادث الطارئة سواء على المستوى الشخصي أو الأفراد أو الجماعات، إنشاء وتشييد المؤسسة الطبية العملاقة مجمع 48 النموذجي مزود بأحدث المعدات والكادر الطبي لعلاج منتسب وأفراد ألوية الحرس الجمهوري، مؤخرا تحول مجمع 48 الطبي إلى واجهة طبية عامة تحتضن في ثناياها أبناء اليمن كافة وجرحى أيضا الجيش واللجان الشعبية. هذه النقلة الاستراتيجية غير المسبوقة في تاريخ الجيش اليمني تطورا وحداثة وبناء وتأهيل مكنته من الصدارة في المرتبة الخامسة من بين أقوى الجيوش العربية والمرتبة 34 من بين أقوى وأحدث الجيوش العالمية في نهاية العام 2012. تتميز قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة معنويا ونفسيا وأداء بالآتي: البناء التدريبي والتأهيل النوعي الفريد وفقا لمتطلبات وشروط الجيوش العالمية ذات الحداثة، القدرة الفائقة على تنفيذ المهام الموكلة إليها تحت أي ظروف أو تعقيدات، سرعة المناورة والدفاع والهجوم والحسم لمجريات الأحداث، التكيف مع كل واقع أو طارئ وقوة الصبر والصمود والتحدي، التعامل مع أحداثيات التكنولوجيا الحديثة ولو لم تمتلك نظيراتها أو بدائلها، العقيدة القتالية العالية الراسخة وأيضا الإيمان المطلق في التضحية والفداء دفاعا عن الوطن وترابه ومقدساته، التحصين الفكري والثقافي والعلمي لمواجهة ودحض الأفكار الهدامة التي تصدرها قوى الإرهاب والتطرف العالمي، العتاد والعدة لمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ذات الحداثة والتطوير، والاكتفاء الذاتي للعنصر البشري لمختلف التخصصات المتنوعة للأعمال القتالية وفقا لظروف كل مرحلة وتضاريس. تتكون قوات الحرس الجمهوري إلى ما قبل تنفيذ بنود مؤامرة إعادة الهيكلة حسب التسلسل التالي: ألوية الصواريخ، ألوية الحماية الرئاسية، ألوية القوات الخاصة نخبة القوات المسلحة، ألوية المشاة والدبابات والمدفعية. ألوية الصواريخ هي أقوى وأبرز الألوية كما وكيفا وأداء، وتمتلك سلاح الردع لمواجهة أي تهديد لسيادة الدولة ومقوماتها ومكتسباتها، تتمثل كالتالي: منظومة صواريخ سكود بي روسية الصنع دخلت الخدمة العام 64 ميلادي، يبلغ طوله 36.9 قدم،
يبلغ وزن الصاروخ 5900 كيلوغرام، الرأس الحربي 80 كيلو طن، يبلغ مداه 300 كيلومتر. القدرة التدميرية للصاروخ بحسب تضاريس المنطقة المستهدفة. منظومة الصواريخ البالستية الروسية أيضا الصنع دخلت الخدمة عام 62. نوعية هذه المنظومة من الصواريخ أرض أرض، يطلق عليها مسمى توشكا أو تي. يبلغ مدى هذه المنظومة من 70 كيلومتر إلى 120 كيلومتر. قوته التدميرية أيضا بحسب تضاريس المنطقة. تصنف هذه المنظومة بالصواريخ التكتيكية والاستراتيجية التي تستخدم أيضا للردع وتوسيع الطاقة الهجومية للقوات المسلحة. تزود غالبا برأس حربي غير تقليدي لديه القدرة الفائقة على ضرب الأهداف بدقة عالية دون التعرض لخطر اعتراضه. سنعود بكم إلى استديو الأخبار. ذكر وفدنا إلى مشاورات